بنغازي ما بعد الحرب، سلام وإقبال على الحياة. هنا في لاغونا يقام مهرجان للتذوق تشارك فيه مطاعم وشركات أغذية ومقاهي تقدم الوجبات السريعة. فكرة المهرجان تنفذ لأول مرة في مدينة بنغازي، نالت استحسان الحضور الذي كان كثيفا وجاء للتعرف على المهرجان وإضفاء الزخم عليه. كذلك شهد المهرجان مشاركة من خارج ليبيا. نقدم في مطعم كود وجبة الكنتاكي بخمس أطعمة مختلفة، وجبة السيبس بحوالي 16 نوع مختلف من المذاق. زي ما نحن عارفين شهر أكتوبر هو شهر التوعية بصلاة الله للثدي، فكانوا في عدد كبير من النساء، فنحاول نحن نوصل لهم الرسالة بأن صلاة الله للثدي لا يخوفش يعني. فمرة ثانية نحب نشكر المنظمين على مهرجان تذوق. مهرجان كبير تعيش بنغازي أيامه وتؤكد أنها تعافت تماما من أثر الحرب، في انتظار مزيد من المهرجانات التي تعزز مدنية الدولة وسلمية أهلها وعشقهم للحياة.